معلم تامر صلي على الحبيب قلبك يطيب علي افضل الصلاه والسلام علمتك بالرسول لا تصلي على الحبيب عشان النهارده رجع لك بمفاجاه يا معلم وكل يوم برجع لك بمفاجاه النهارده صلي على الحبيب الاول عليه الصلاه والسلام وتذكر الله من البدايه للنهايه عشان رجع لك بهديه النهارده على قناه سوق بلدنا من داخل مزرعه ابو عبد الله بقول لك صلي على الحبيب ودوس طيب وشير بس ده على قد ما تقدر وانا تحت امرك انا شايف بالهولشتاين الامريكي على ابوه انا شايف عندك حاجات كده يا عبد الله النهارده ممنوعات على ابوه واشكال بالصلاه على النبي صلي على الحبيب حاجات فواخر ونوادر سلالات اذكر الله الصلاه على النبي اذكر الحبيب صلي على النبي تكسر ابو عبد الله جاب لك اللي مش عند حد جايب لك اللي مش عند حد عندنا وفزرات ابو عبد الله وهي حته واحده هي يا تلحق يا ما تلحقش براحتك حلفتك بالرسول لا تصلي على النبي وتدوس لايك حلفتك بالله لا تدوس لايك حلفتك بالله لا تكتب في تعليق علم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد اللهم صل على النبي السيد فرج الناس كده بسم الله ما شاء الله فرج الناس كده تبارك الرحمن صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام يا عمر يا معصم اي مزرعه دلوقتي ب 40000 بسم الله ما شاء الله انا مفيش الكلام ده كله لا لا يا ابو عبد الله احنا هقدم لك عمر 3 شهور هنجيب السلالات والفواخر والنوادر فرج الناس بس كده بس اسعارنا ثابته زي ما هي فرج اللهم الناس اللهم صل على النبي فرج الناس كده يا عم السيد حلفتك بالله بسم الله ما شاء الله صلي على النبي صلي على النبي صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام اذكر الله من البدايه للنهايه عشان النهارده جايب لك سعر تاريخي هنا من داخل مزرعه ابو عبد الله عنواننا المنوفيه مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكري رقم التليفون 012 78 11 حلفتك بالرسول لا تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام اهو لقيتك الرشتان الامريكي على شعر بلجيكي صلي على الحبيب اللهم صل على اذكر الله بسم الله تفتح بيت لوحديها اللهم صل على النبي زعنا كم النهارده ابو عبد الله صل على النبي مفاجاتك في اسعارك لا ابو عبد الله ما عندكش الكلام ده يا معلم صل على الحبيب عليه الصلاه والسلام عليك بالله لا تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام انا عاوز كله يصلي على الحبيب في التعليق كده ويكتب اللهم صل على محمد وعلى ال محمد هنا على قناه سوق بلدنا النهارده بقدم لك مفاجاه مفاجأة هتهز اليوتيوب كله صلاة على النبي هنا سلالة بسعر في أي حتة ب 50000 لا 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 يا أبو عبد الله ما عداش الكلام ده يا أبو عبد الله هقدمها لك النهارده بكام؟ بكام يا معلم تامر؟ ب 49000 ولا عندك يا أبو عبد الله ب 48 ولا عندك طب حلفتك ما تسمعش الكلام ده عندك يا أبو عبد الله بالصلاة على النبي حلفتك بالرسول لا تصلي على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وأنت طايح حلو كده هقدمها لك النهارده ب 31500 بكام؟ 31500 انت رايح فين يا ابو عبد الله؟ حسبك بالله اللي عنده من ده يورينا اللهم صل على النبي اللي عنده السلاله ده يورينا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد علمتك بالرسول اللي عنده يا باشا ممنوعات 31000 نوادر بالصلاه على النبي يا عم السيد قول يا باشا احنا ما بنحبش الفكه دي ب 31000 وبس وبس 31000 انت رايح فين يا معلم؟ علمتك بالله رايح فين؟ اللهم صل على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خش هولشتاين الامريكي على ابوه دم حر بس علمتك بالله كل اللي يشوف المال دي يصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام علمتك برسول الله كل اللي يخش معانا يكتب في تعليق اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم صلي على النبي تكسب بسم الله ما شاء الله صلي على الحبيب كله يا جماعه يصلي على النبي كله انا جايب لك سعر وسلاله بالصلاه على الحبيب والاكل اهو بص بتعمل ازاي النوع دي ما بيغرفش من حاجه النوع دي درساه حلفتك بالله لا تصلي على الحبيب صلي على النبي تكسب تعالي كده تعالي يا سلوى صلي على النبي خش وراك يا فاضل يا ابو عبد الله ولا انت مسميها ابو عبد الله صلي على النبي يا عليه الصلاه والسلام علمتك بالرسول لا تذكر الله لا اله الا الله الصلاه على النبي اواخر وسع يا عم وسع يا عم احمد ممنوعات الباب بيتكلم عن نفسه
المال بيتكلم عن نفسه. اللهم صل على المال بيتكلم عن نفسه. قلنا سعرها النهارده معانا يا ابو عبد الله 31000. واللي تلحق يا ما تلحقش ده يا باشا. رقم التليفونات للتواصل معانا 012 12 78 78 3 5 9 3 9 8 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
ادي الاكل اهو بالصلاه على النبي يا جماعه اللي حالك شغال والاكل 100% ما تشغلش بالك ده وشرب حاجه على الطبيعه قدامك اهي مش مخبين عليك حاجه صلي معايا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام انت بالليل تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام تعالى بقى يا عم السيد معاك ايه تاني يا معلم معايا ربنا احسن من الدنيا احسن من الدنيا كلها معلم قدم لي اربع نتايات خليط من العالي صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام صلاه ازاي بقى ما بتقرفش من حادث اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى على النبي عم السيد عليه افضل الصلاه والسلام هقدم لك الاربعه دول بكام دول نت يا ابو عبد الله دول نتايات اربع نتايات اللهم صل على النبي 2 3 4 اربع حتت نتايات صلى على النبي فواخر حلمتك بالليل تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام هقدم لك الاربعه دول ب 100000 لا لا يا ابو عبد الله صلى على النبي 400000 استنى بس يا ابو عبد الله 400 انت لخبطت معلوماتي يا ابو عبد الله 400 ابو عبد الله انت رايح فين 400 اللهم صل على النبي صل على النبي بس برضك انا الناس عليهم باذن الله عندك اكتر احسن من كده بالساعه صل على النبي عم سعرك هينزل باذن الله ما تستعجلش قول يا باشا قول يا باشا صل على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد انا عاوزك تجيبها لي من تحت لفوق تخلي المشاهد كانه معانا واكثر صلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام علمتك بالرسول لا تدوس لايك وتشير البث ده على قد ما تقدر وتدوس لايك وهنا من داخل ارض المصداقيه والامانه بقدم لك 400 400 بس عشان خاطر الناس المحترمه على سوق بلدنا الناس اللي غاليه علينا يا عم السيد بكام بكام يا معلم الاربعه دول اقول لك ب 95 ما عندكش يا ابو عبد الله صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام علمتك بالرسول لا تدوس لايك حلو كده كله هيدوس لايك يا ابو عبد الله صل على النبي عليه الصلاه والسلام الاربعه دول يا عم السيد هقدمهم لك النهارده ب 81000 واحد 81000 يعني سعر اجلتهم 20250 20250 لا يا ابو عبد الله 81000 مش عايزين الفكه يا ابو عبد الله صل على النبي عليه الصلاه والسلام طب صل على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام الاربعه دول ب 80000 80000 ب 80000 فرح فين كده علمتك بالرسول لا تدوس لايك قولوا دوس عامل لك عليهم كازيون بما يرضي الله ب 80000 سعر نهائي سعر نهائي يا عم السيد 80000 80000 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل على الحبيب وفرج الناس كده ربنا يبارك لصاحب النصيب اللهم صل على النبي فرج الناس كده وحد الله صل على الحبيب صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عشان كل يوم هقدم لك جديد بفضل الله كل يوم في جديد وجديد بفضل ربنا كل صلي على الحبيب ودوس لايك وشير في الخير وهنا بما يرضي الله بقول لاي واحد يشرفنا هنا على دماغنا من فوق اللهم صل على النبي تعالى كده بقى يا عم السيد افتواك هقدم لك ست انتيات اكبر شويه بفضل الله كل يوم هقدم لك دي خليط سمنتال من العالي فرج الناس كده انا عاوزك تفرج الناس كده وتذكر الله عاوزك تفرج الناس وتوحد الله كل اللي معانا على البث يوحد الله مسلم مسيحي يوحد الله كل يذكر الله وصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام رقم واحد هي خليط سمنتال من العالي ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة صلي على النبي عليه أفضل الصلاة ست انتيات حلفتك بالليلة تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة وتذكر الله من البداية للنهاية صلي على الحبيب يابا حلفتك بالليلة تصلي على الحبيب دوس لايك
شرف الخير ال27 محافظة على دماغنا من فوق خارج مصر وداخل مصر. بقول لك بقدم لك هدايا بفضل الله بفضل الله. قول يا معلم. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. سعرك يا ابو عبد الله؟ صلي يا حبيبي. هقدم لك دول سعر عدتهم 28500 برضو ابو عبد الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام عشان خاطر الناس ما نطولش عليها. عايزين النهايه يا ابو عبد الله. الناس على سوق بلدنا كلمه واحده وننهي بالموضوع عشان الناس كلها منتظره السعر. دول يا عم السيد على 25000 وبس وبس. علمتك بالله لا تصلي على النبي. بكم بكم؟ على 25000. اللهم صل على النبي. سعر عدتهم 25000. صلي على اللهم صل على النبي. اذكر الله. الستة في بعض سعر عدتهم 25000. صلي على النبي تكسر. عليه افضل الصلاه والسلام. شرف الخير تحت امرك. عنواننا المنوفيه مركز اوسنا قريه عرب ابو ذكري. رقم التليفون 012-78-35-93-88 010-29-26-45 11. صلي على النبي. علمتك بالله. كل اللي يخش على العرض دي يصلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلي على النبي عم السيد. عليه افضل الصلاه والسلام. ابو عبد الله. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. كل يصلي على الحبيب. عليه افضل الصلاه والسلام. معايا برضو ست كوره حلوين من الحلوين. واحنا كده قلنا هنا في السهره دول. معاك حاجه ثانيه يا مدى ابو عبد الله؟ برضه سبع دقائق. اللهم صل على النبي. خش يا باشا. علمتك كل يوم عند مزرعه ابو عبد الله عروض جديده كل يوم عرض غير الثاني كل يوم في جديد وجديد سوق كامل متكامل في مزرعه ابو عبد الله. علمتك بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. تعالى كده واحده واحده كده معايا. ايوه صلي معايا على الحبيب. عليه افضل الصلاه والسلام. كل يذكر الله كله يصلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. صلي على النبي. عليه افضل الصلاه والسلام. قول يا ريس. واحد واحد كده. واحد واحد يا باشا معانا. الاول واحده اهو. الثاني الثالث الرابع خمسه سته سبعه. صلي على الحبيب قلبك يطير. عليه افضل الصلاه والسلام. وحد الله. صلى على النبي عم السيد. دول كام حته يا ابو عبد الله؟ سبع حتت. ذكوره؟ ذكوره. سبع صح معايا؟ دي ذكر مش نتايه. اللهم صل على النبي. علمتك بالله لا تذكر الله معايا عشان هقدم لك النهارده ذكر ونتايه وتصلي على الحبيب معايا وتفضل معايا من البدايه للنهايه. بقدم لك هدايا النهارده بفضل الله. كل يوم بقدم لك جديد بل كل ساعه هجيب لك جديد بفضل الله. العرض اللي بنعرضه ما بيفضلش فضل الله. هنا من داخل مزرعه ابو عبد الله هقدم لك كل يوم جديد وجديد. اللهم صل على النبي. خلي بالك انا سايبك براحتك وما بتكلمش عليك وبراحتك خالص اعمل اللي انت عايزه بس احنا بما يرضي الله لو في نيتك حاجه قولها قدام الناس كلها واطلع وقول نفسك انت مين وعرفنا بنفسك كده. انت عملت عليك تعليقات سلبيه مع ناس انت ما تعرفهاش ولا تيجي يا عم السيد تراب برجليها اللي انت بتتكلم عليه اشرف من بلدك كلها. عم السيد اتفضل يا باشا. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ما هو في ناس حمضانه كتير ولما بتلاقي ناس كده يبقى انت ناجح خلاص. اللهم صل على النبي. يبقى انت وصلت لايه؟ فوق. لما بتلاقي ناس بلاش نتكلم عليها كلام واحد برضه اصل على كل الناس على دماغنا من فوق مشاهدين سوق بلدنا ناس محترمه لكن برضه بيطلع واحد مش محترم بس احنا ايه عليك محترمين. كل الناس على دماغنا من فوق. ما هو لما تلاقي واحد نفسيته حمضانه يبقى انت ايه؟ فوق. ما هو السيره المثمره الناس بتعدفها بالطوب. لما بتلاقي واحد كده ولا كده ما تعملش عليه خليه يقول اللي عنده خليه يجيب اخر ما عنده اصل ده حجمه كده مش حجمه كبير. لا هو حجمه كده هو حجمه كده صغير. الله يبارك لك. هو حجمه صغير ما تسالش عليه. ده كده سيبه براحته. رسالتك وصلت. صلي على النبي واذكر الله وما تسالش من حد. فدام انت ماشي سليم ما يهمكش اي حد في الدنيا. السليم سليم والمعيوب عارف نفسه. الله يبارك. صلي على النبي. كمل عرضنا يا معلم. صلي على النبي عم السيد عليه الصلاه والسلام. سبع ذكوره
بهايم قديمه، بهايم بما يرضي الله، والسعر مفاجاه للجميع. كل الناس عارفه ان السعر كل يوم في الطالع. بس اسالك بالله لا تصلي على النبي يفتح عليك حاجة. عليه افضل الصلاه والسلام. اسالك بالله لا تذكر الله. صلي على النبي يا جماعه افتح عليك. قل لي علق الصلاه والسلام على سيدنا محمد. اذكر الله يا جماعه. اسعدنا بقى يا ابو عبد الله. وتذكر الله من البدايه للنهايه. اقدم لك دول سبعه. السعر مش 32 ولا الكلام ده كله. السعر مفاجاه للجميع. دول هقدمهم لك النهارده على 27500. وحلفتك بالله تدوس لايك وشير في الخير وانا تحت امرك. كل مشاهدين سوق بلدنا على دماغنا من فوق. 27 سعر نهائي يا ابو عبد الله. 27500 سعر نهائي يا عم السيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل الناس على دماغي. كل الناس اللي بتشاهدنا على دماغنا من فوق خارج مصر وداخل مصر. عنواننا معروف المنوفية، مركز هوسنا، قرية عرب أبو زكري، رقم تليفون 012-78-35-93-88 010-29-26-45-11. صلي على الحبيب. هسألك بالله كل اللي يخش معانا على الرايق ده ليذكر الله افتح عليك حلو وصلي على الحبيب. جمعة مفترض عليكم وعلى أمة محمد أجمعين. وكده وصلنا نهاية عرضنا وبنشكر الجميع وبنشكر الناس الحمضانة برضو بنشكرهم. اصل ما هم كلهم هم كده بحس ان انا كده ناجح وكل الناس الحمضانة برضو على دماغنا. والله يا عبد الله في راجل محترم قلت عليك زي الفل. قال يا باشا احنا خليه يطلع يقول ايه سبب الكلام ده وهل هو في مشكلة حصلت معاه ولا. بس هو ما ردش على التعليق ولا كتب اي حاجة. بس لا ايه سبب كلامك بس يا با. سيبك من اللي سيبك يابا. ماشي يا ابو عبد الله. امشي مع ربنا وانسى الدنيا في حالها. الله يبارك لك. حلفتك بالله كل اللي يشوف الله يفضل يذكر الله. الله يبارك لك يا محمد. صلي على الحبيب. عليه افضل الصلاه والسلام. تقدر حياتنا يا ابو عبد الله النهارده. خلصنا من فوق. كل الناس على دماغنا عشان خاطر الناس المحترمه برضو هقدم لك دول على 27. بكام يا ابو عبد الله؟ مش على 27500 لا على 27. 27000. 27000. دي مفاجاتك بقى يا ابو عبد الله النهارده. صلي على النبي. ده يا باشا مفاجاتك النهارده 500 جنيه. على السبعة ب 3000 ونص. مش عاوز ب 3000 ونص. السبعة دول على 27000. بس اسألك بالله تصلي على النبي وتذكر الله وتدوس لايك حلو كده وشير في الخير وانا تحت امرك. ونشكر الناس يا عم السيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده يا جماعة وصلنا لنهاية عرضنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.